بالنسبه لقضيه الغلاء في رمضان هو راه مساله طبيعيه، كاين العرض وكاين الطلب. ملي كيكون الطلب كثير كيكون العرض قليل، كيكون الثمن شي شويه. بالنسبه للسردين حنا دابا راه الحوت بالنسبه للاسماك ولا الخضار راه ماشي حنا اللي كنغليوهم، ماشي داك التاجر البسيط، راه التجار الكبار راهم راه خصو يحاربوا التجار الكبار. حنا انا كنشوف بزاف د القطاعات، القطاعات ديال الصحه والقطاعات ديال الفلاحه والقطاعات ديال الصيد اللي كيجيو يحاربوا، اولا القطاع ديال الاسعار ولا هذا اللي كيجيو يحاربوا كيجيو عند التاجر الصغير، خاصهم يمشيو عند التاجر الكبير. التجار الكبار اشنو ما عارفينهمش؟ راه عارفينهم وباينين على رؤوس الاصابع، يعني هذا هو اللي خص يديروا فيه النظريه اللي هي تكون مؤكده. اما حنا بالنسبه لنا حنا راه كتجيب صندوق تجيبه ب 5000 ولا 6000، اش باغي تصور فيه؟ باغي تصور فيه واحد 70 درهم ولا 80 درهم. هو عندك الدراري عندك بزاف ديال المسائل، اش غادي دير لك 70 درهم؟ بحال دابا كاين شي محتكرين دايرين حاليا دايرين ليه السر ديال 5 درهم وهو طايح عليهم ب 8 درهم. داير الاحتكار السوق اش قاتلين البوفري، قاتلين داك التاجر البسيط اللي كيجيب صندوق السردي ولا جوج سناو ما بقاش كيبيعهم. ياك كيهضر معاك كيقول لك لا راه هذوك راه دايرين 5 درهم، هما راه دايرين بحال كيديروا التمويل لشي منتوجات اخرين. انا غادي نبيع لك هذه ب 5 درهم واني غادي نبيع لك هذه ب 20 درهم، انت ما غاديش تحس بها، غتبان لك غير هذه ب 5 درهم وما شتيش الاخرى. كيكون داك التمويه ديال اللي بيع ويشرى، هادشي راه كاين، هادشي راه خص تكون فيه مراقبه، تكون مراقبه نيت معقوله، والمسؤولين خصو يكونوا مسؤولين معقولين، فهمتيني؟ ما تمشيش عند الناس البسيط، الناس البسيط راه مدابز غير مع المعيشه، وغتزيد تكمل عليه انت، غتزيد تكفروا في الوضعيه، غتزيد تكفروا بزاف د المسائل. واش غادي يولي يديها في الطرف الخبز يصور 70 درهم ولا غادي يبقى مقابلك انت؟ متى غتجي ليه تراقبوا؟ خص تراقبوا الكبار، راقبوا التجار الكبار، كاينين المافيات كبار هما اللي خصكم تراقبوا وتحاسبوهم. اما حنا راه التجار بصاف وشكرا. انا بات لي البدايه بعد هذا الرواج لا باس بها، الناس كتجي شتي اللي لاباس عليه ولا اللي بوفري، راه حتى البوفري مسكين كيكلف على راسو ملي كيتخلص ديك الخليصه ولا كيجيب شي شويه كيبغي مسكين حتى هو يدي لوليد شويه ديال كروبيت شويه ديال كذا، واخا كيدي غير ربعه كيكلف على راسو بزمنه. الحل هي المراقبه، التجار الكبار اللي كيحتكروا المنتوجات، كلشي فيه التجار الكبار. انه دابا راه كاين صحاب السردي راه على رؤوس الاصابع، ملي كتسمع في المواقع الالكترونيه السردي كيتباع ب 3 دراهم، راه كاينه كيسمعها الناس، كيسمعها التجار، كيسمعها كلشي، ولكن ملي كتجي تشوف الواقع راه خص يعرفوا ديك 3 دراهم فين كتباع، راه كتباع وسط الدلاله ديال السردي فين كاينين التجار الكبار، فين كاينين التجار الكبار تما فين كاينه هاد البيع والشراء ديال 3 دراهم، فهمتيني؟ اما ملي كيخرج السوق راه كيزيد الترونسبور ديالو، يزيد الغلاء ديالو، ويقول لك اسيدي انا عندي صوائر وعندي كذا، هو راه ما عنده والو، هو راه يصير تاعيه راه يزيد درهم ديال الصير ديالو. شنو ندير دابا؟ انه داكشي من التجار الكبار ماشي حتى المتوسطين، اما هادو راه تجار صغار. كاين واحد الفئه لا باس بها، ولكن الاغلبيه الناس تجار صغار. التاجر الصغير خاصهم يفوتوه، الا كاين شي باش يدعموه يزيدوا يدعموه، ماشي يحفروا ليه يردموه. اما التاجر الكبير راه واصل، هو واصل من بكري وغادي يزيد فيه، وين التاجر البسيط راه يلاه مكلف بالمعيشه، يلاه مقاتل مع المعيشه. الا ضرباتك الورقه ديال الماء ضربك الورقه ديال الضو، ما ضربوك هادو بجوج يضربك الكره. ايوا زيد، ما نهضروش على المازوت، ما نهضروش على كذا، لا كما قلت لك راه الانسان بسيط كيكلف على راسو باش ياخذ داك شويه الحوت. انه راه داك البسيط دابا اللي بتاخذ غير شويه راه خصك 200 درهم.
ولكن مناش هذا الشيء هذا. اولا من المسؤولين، ثانيا من التجار الكبار. هذوك التجار الكبار راه تابعين للمسؤولين. هذه راه مساله واضحه في المغرب، ما كاين باقي لاش يخبي بنادم ولا تخبى ولا كذا. كاين المسؤولين وكاين التجار الكبار. هاد المسؤولين معامل كيخدموا، كيخدموا مع التجار الكبار. غايجي يخدم لك مع التاجر الصغير مول الشكاره، تاجر كبير واصل يديه طويله. هاد الشيء هو اللي خصو يتحيد في المغرب. غادي المغرب غيكون زوين، غادي يعيش فيه البوفري مزيان. اما البوفري حاليا راه كيضرب مسكين تماره. هشام والله الا كيضرب تماره بوفري بالله. حنا اللي ترى منهم، راه ماشي حنا تجار كبار، حنا راه كنعانيو ولكن اللي صابرين كنتقاتلوا.